هنستأذن كابتن محمود خطيب بافتتاح المكان. نادي عظيم جدا، النادي الاهلي يستحق كل حاجه كويسه، واللي احنا فيه ده النهارده هو شيء من اللي يستحقه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيتنقل نقله تانية انشائيا واجتماعيا ورياضيا، لكن فعلا لازم جميعا نفخر بنادينا. النادي بتاعنا بقى فعلا من النوادي اللي ممكن يعني اعتقد ممكن يتحاكى عليه سواء داخل مصر او خارج مصر. الانشاءات دي حق لاعضاء النادي وحق لجماهير النادي ان هم يفخروا بناديهم ان يكون بهذا الشكل. وان شاء الله النهارده مدينه نصر، الشيخ زايد لسه، والجزيره، والتجمع باذن الله ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه هنشوف حاجات كلنا نفخر بيها للنادي الاهلي ان شاء الله. على بركه الله نفتتح المنطقه الترفيهيه بمدينه نصر. شكرا.